انا كده خلصت، هبدأ ادي الحتة اللي من جوه دي برضو تون، بس افتح من ده شوية. ما بين الدرجة بتاعت الشفاف وبين الغامق قوي ده. بعد كده هدي اللثة من فوق تون بسيط. خلي بالي ما جيش على الاسنان نفسها. وهبدأ أغمق من جوه لبره عشان أدي العمق بتاعها. برضو بخلي بالي ان انا ما جيش ناحية الأسنان نفسها خالص. الناحية التانية هبدأ كمان كل الزوايا بتاعت الأسنان دي هديها درجة غامقة شوية. كأني بحدد السنة بتون غامق شوية.
ونكمل كل الأسنان كده. وهعمل الجزء البسيط اللي انا عاملاه هنا ده. انا هنا زللت من جوه هنا، هبدا ان انا نفس الكيرفات اللي انا عملتها هنا دي هعمل شبهها فوق شويه. ده بيدي واقعية اكتر، لان بيبقى فيه جزء من السنة كده، في جزء فاتح كده مكان السنة بيبان في اللثة نفسها.
اجيب قلم غامق شويه وابدا بقى ان انا ادي ظل قوي مثلا تحت الشفايف بالظبط، بحيث ان هي راميه ظل على الجزء ده قوي. هنرجع بقى القلم بتاعنا تاني ونبدأ ندي تون للسنان كلها. هبدأ ايه السنة نفسها، هبدأ ان انا اديها الظلال بتاعتها، يعني مثلا السن من هنا او لا ابرز بس ده قوي، هنا مثلا هيبقى فيها مثلا ظل، ومن هنا عشان اديها الايه الكيرف اللي هي واخداه شوية او السمك بتاعها. خلي بالي ان انا كل ما بدخل لجوه كل ما لون السن اصلا بيغمق معايا، لان هو بيبقى في الظل او بيبقى داخل جوه السن الشفايف قوي، فعشان ادي الاحساس ده فكل ما بدخل السن نفسه بيغمق معايا شويه. السن الاخير دوت يعني الى حد ما هنعمله غامق لان هو جوه قوي، عشان نديله العمق بتاعه لازم نغمقه قوي، مع برضو ان احنا هنديله التكسيمه بتاعته. هأكد بس على المسافة اللي ما بين السنان دي،
انا عايزه اقول لكم ان انتوا شايفين التظليل مشخبط قوي او باين قوي بالنسبه لكم عشان انا مقربه الكاميرا، لكن لما هنبعد الكاميرا للنتيجه النهائيه او هتشوفوها من بعيد شويه مش هتلاقوا كل ملمس الرصاص اللي انتوا شايفينه ده، عشان بس ايه ما تحسوش ان هو مشخبط او ان هو مش ناعم يعني. هلا اوريكم لما هنبعدها لما نخلص هتبقى عامله ازاي. نبدأ نعمل الكمين اللي تحت. هنديها التكسيمة بتاعتها زائد ان هي هتبقى غامقة من تحت كده كلها شوية واخدة توم. زي ما اتفقنا كل ما بندخل لجوه كل ما بيغمق معانا. الاسنان الحاجات اللي بتحتاج تظليل ناعم قوي وعلى مهلنا، مش عايزين نستعجل فيه عشان تطلع شكلها طبيعي اكتر. انا طول ما انا ماشية بأكد على اماكن في الغوامق كده
طيب انا بعد ما بخلص ببدأ اجيب السلك الفحم بتاعتي واعمل لزعات الاضاءة اللي بتبين لمعان السنين ونعميتها شوية على قد ما بقدر. طبعا وانا واخدة بالي من مكان الاضاءة جاي منين زي ما اتفقنا. اخر حاجة بعد ما بخلص لسعات الاضاءة برجع تاني أأكد على المناطق اللي هي الغامقة قوي بالراحة بقى خالص.
احنا كده تقريبا خلصت. يا رب تكون بسيطة بالنسبة لكم وتكون عجبتكم. كل ما بنبعد كل ما بيبان الرسم اكتر وما بنشوفش تفاصيل الرصاص اكتر. اتمنى تجربوها وتوروني، وعايزاكم بقى ما تبقوش بخلة، اعملوا لايك للفيديو وسيبوا لي كومنت في الكومنتات، واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوا فيديوهات تانية وتفاصيل اكتر باذن الله.